تشهد العلاقات الاقتصادية بين مصر واليابان نموا كبيرا كنتيجة للتقارب السياسي المتزايد بين البلدين في السنوات الماضية هذا وقد سجل التبادل التجاري بين البلدين نموا خلال عام 2021 ليبلغ 1.44 من مليار دولار مقابل 1.28 مليار دولار في عام 2020 التقارب السياسي الكبير بين مصر واليابان انعكس بشكل إيجابي على العلاقات كافة وفي مقدمتها العلاقات الاقتصادية حيث سجل حجم التبادل التجاري بين القاهرة وطوكيو نموا خلال عام 2021 ليبلغ مليار و44 مليون دولار مقابل مليار و28 مليون دولار في عام 2020 سجلت الصادرات المصرية لليابان خلال عام 2021 ما يقرب من 327 مليون دولار بارتفاع نسبته 7% عن عام 2020 الذي بلغت خلاله 310 ملايين دولار كما ارتفعت الواردات المصرية من اليابان إلى واحد ومائة مليار دولار في عام 2021 مقابل 972 مليونا في عام 2020 الشركات اليابانية العاملة في مصر حققت نتائج مرضية ومستمرة في توسيع أنشطتها، خاصة في ظل مناخ الاستثمار المتميز الذي تتمتع به الدولة المصرية والدعم غير المسبوق للاستثمار الأجنبي، من تقديم مجموعة من الحوافز والضمانات الاستثمارية لتحفيز الاستثمارات في الأنشطة والقطاعات المختلفة ومنها الصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والزراعة. وارتفع حجم الاستثمارات اليابانية المباشرة في مصر بنسبة 52% خلال عام 2022. وتعمل 107 من الشركات اليابانيه في مصر في عده مجالات تتضمن العديد من الانشطه الاستثماريه لا سيما في الصناعات الهندسيه والمعدنيه وصناعه السيارات والادويه والمنتجات الغذائيه والبنيه التحتيه والسياحه وتكنولوجيا المعلومات بالاضافه الى الاستثمار في الخدمات الماليه كما استثمر الجانب الياباني في المنطقه الاقتصاديه بقناه السويس. حيث تم الاتفاق على إنشاء مجمع مصانع على مساحة 20 ألف متر مربع باستثمارات يابانية مباشرة 10 ملايين دولار لإنتاج مستلزمات تعقيم ومستحضرات التجميل اليابانية وفقاً للمواصفات اليابانية وسيوفر ذلك المشروع نحو 1500 فرصة عمل. وأطلقت وزارة المالية سندات الساموراي وهي أول سندات مصرية في أسواق المال اليابانية بقيمة 60 مليار ين ياباني. ونجحت المالية في الحصول على تسعير مناسب لهذا الإصدار إذ بلغ العائد 58% من سنوياً لأجل خمس سنوات. وقدمت اليابان الدعم لمصر في العديد من انشطه التنميه الاقتصاديه من خلال منح وقروض بالين الياباني والدعم الفني ايضا ودعمت اليابان انشاء المتحف المصري الكبير من خلال تقديم القروض اليابانيه بالين والمساعده الفنيه في مجال الحفاظ على الممتلكات وترميمها بالاضافه الى التعاون في مجال التعليم والثقافه اذ يتعاون البلدان من خلال برنامج شراكه التعليم في مصر واليابان وتستحوذ اليابان على نحو 31% من إجمالي الاستثمارات الآسيوية الموجودة بالسوق المصري وتحتل المرتبة الحادية والثلاثين في قائمة الدول المستثمرة في السوق المصري